السفارة الفرنسية، وأيضا هناك عدة يعني عدة أفرع، منها شارع الجاردنز في مجمع العقاد التجاري يا أخي الكريم. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، لحظة وفاء ولحظة محبة لكل من يساهم في هذا العمل الإنساني حول العالم. نحن لدينا رسالة للعالم، نقول للعالم بأننا نعيش محنة، ومحنة ليست بسهلة. الفقر أحبائي ينتشر كالنار في الهشيم في الأردن، وأناشدكم بالله أن تقفوا مع جيرانكم، مع أهلكم، مع بوادينا، مع قرانا، مع مخيماتنا. قفوا، لأنها لحظة الإنسانية الآن. أحبائي المشاهدين، الأردن كما قلنا سابقا يحظى بمنطق متوسط من العالم، يحظى هو واحة أمن وأمان، لكن هذا لا يكفي. الاكتفاء عند العائلات هو المهم. أحبائي، أخي خالد تفضل. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. الله يعطيك العافية أبو المنذر على هذا البرنامج. أهلا وسهلا. وإنه هذا العمل كما تعلم يا أخي ليس سهلا وليس بسيطا، وخاصة الذين يتعاملون في هذا العمل، ومجال واسع. وأنت تعلم نحن في العقبة قائمين على جمعية أبناء العقبة لرعاية وتأهيل الأيتام. نعم. لا يقل عن 750 أسرة في العقبة. نعم. وهنالك لا يقل عن 70 طالب وطالبة يدرسون في الجامعات على حساب الجمعية. نعم. وذلك الرواتب الشهرية التي تعطى لهم. وهذا العمل للأسف صار هنالك عزوف عن العمل التطوعي في هذا البلد. ونأمل للجميع في فزع الوطن أن يمد يدهم إلى هذه الجهة المحرومة وإلى كل محروم في هذا البلد يا أخي الكريم، to help this country to develop this country and help the people. And Jordan and its people need that. وأنا أقول وأشد على يدك وأساندك بأن جنوب الأردن الجمعيات الخاصة تعمل بقوة هائلة جدا، والمتطوعين في الجنوب في العقبة وفي بادية العقبة وفي معان وهنا وهناك جميعكم شركاء بالخير. نقدر عاليا ونثمن عاليا دور الجمعيات الإنسانية التي تعمل في محافظات الجنوب، لأن الجنوب دائما في الأردن بعيد عن مركز القرار. نحن معكم، نحن إخوانكم، سنقوم بإذن الله بعمل ما يلزم لدعم جميع الجمعيات التي تعنى بالعمل الإنساني. أشكرك أخي خالد مرة أخرى، وأعود لأناشد جميع إخواننا في الأردن وخارج الأردن، الأردنيين. أخي أهلا صالح، أخي سيد صالح أبو عنزة تفضل. ألو سيد صالح. أهلا بك، كيف حالك يا طيب؟ الله يحفظك ويطول عمرك يا سيدي. احنا في المنطقة الشمالية في إربد. نعم. جوة الطيبة. الله يحييك. الله تحية هائلة جدا وابتسامة عريضة لأهل الشمال. عندنا مناطق بحاجة لمساعدة. الله يسعدك. في عندنا مواطنين يعني بحاجة مادة لمشاريع زي هيك، في عندهم حالات فقر يعني معوزة كثيرة، والجمعية التنمية ما بتقدم اللي مطلوب لهالناس. يعني ما بنقدر نستفيد منها مثلا هاي المراكز اللي عندكم، هاي الجمعيات الـ ABC. نعم. أولا أنا أشكرك جدا، ويعني هذه الجمعيات التي يعني ضيوفنا الكرام هم يعني أصحاب برامج تنتشر على كافة الوطن، لكن إذا هناك جمعية ولديها برنامج ولديها رؤية في أي مشروع إنمائي، نحن على استعداد لأن نتبنى هذا المشروع بمساعدتهم ومشاركتهم وغيرهم، لنقدم خدمة لإخواننا في الشمال الذين يعانون الكثير الكثير جراء الضيوف الكرام من سوريا الحبيبة.
أشكرك جدا لهذه المداخلة. أنا أود يعني أن أطرح التساؤل لجميع الأردنيين يسألوننا عن مشاريع إنمائية لتنمية المجتمعات المحلية في الشمال وفي الجنوب وفي شرق الأردن وفي غربه. Some projects will help and develop, especially in north and in south of Jordan. يعني هناك متصلين طلبوا منا كثيرا بأن نساعد في مشاريع إنمائية لمجتمعات فقيرة جدا. To help these people and some projects will help the poor people. آلية ومنظمة كي and we love to find some solutions for this problem فقير. To make this community can help themselves and be self-reliance here. يعني احنا نريد ان نعطيهم السناره كي يصطادوا الغذاء. We want to help them to fish. Yeah. We don't want to give them fish. We want to help them to know how to fish. تفضل. As part of the wheelchair initiative when we were down in Aqaba. كجزء من الكراسي المتحركه اللي عملناها بالعقبه. نعم. We had societies from all of the southern Jordan. عندنا كان جمعيات من جنوب الاردن. Now, on how to assess and fit people properly to a chair. كيف يمكن أن نساعد ونساعد الناس كيف أن يستخدموا الكراسي المتحركة بشكل صحيح. One of the little boys that was treated. في ولد من الأولاد كان موجود وكان بده يعني كان هو بحاجة لكرسي. We fell in love with at the beginning. يعني إحنا كتير حبينا بالبداية. He was a very short little boy. يعني كان يعني إنه زي من التقزم أو صغير. He had no use of his legs. They were very short and stubby and not much of legs at all. يعني كان طول الزري ما كان كافي. يعني كان عنده مشكلة بالزرين. And he was sitting on this assessment bed, and he. وكان جالس على هذا الكرسي. His mother said, "Get down and get back up." كان جالس على ترابيزة وأمه حكت له إنه انزل ورد اطلع. He got off the bench and one arm he went down to the floor. يعني هو حط ايده على الارض ونزل. And when he went to get back up, we all felt like we needed to help him. ولما بده يطلع فكلياتهم حسوا لازم هلا يساعدوه. The mother said stay back. الام حكت لا خليكم على جنب. That little boy put one arm on the ground. هذا الولد الصغير حط ايده على الارض. With enormous strength وبقوة يعني his body up onto the chair and حمل جسمه على الترابيزة. The message in that بالرسالة بهاي القصة is part of the answer to this good man's question. يعني هو عبارة عن جزء من جواب لهذا الشخص الجيد. The greatest resource Jordan has is its own people doing the very best they can أفضل under trying circumstances. أفضل مصدر للأردن هم ناسهم اللي بيعملوا هذا الشيء منهم هم. They can do more than they even believe, and that's بإمكانهم يعملوا أكثر ممكن هم يتخيلوا. Is to give them hope in what they can accomplish. وإحنا بإمكاننا دائما نعطيهم الأمل وشو بيقدروا هم يحققوا. And not jump in and try to do too much for them. ويعني مش بس ننط عنهم ونحاول دائما نعطيهم كل شيء. نعم. يعني هذا كلام يمس القلب. نقول أن الإنسان أغلى ما نملك. رحمك الله جلالة الملك حسين. عندما قال هذه المقولة الثرية الغنية التي ستعيش معنا أبدا طويلا الإنسان أغلى ما نملك وهذا الطفل يعبر عن إرادة رائعة لشعب يستحق الاحترام أود أن يعني أسأل سؤال أخير يعني ما هو انطباعك عندما ترى What are your perspective when you see a smile on a child's face? And also want like a message from you to these people and this channel. What is my reaction when I see a smile yes. on a child's uh-huh. face? يعني الردة فعل لما بشوف ولد صغير بضحك. You know we. At this Erbid Elementary School, where we had put on the بمدرسة الأساسية بإربد the children عملناها. Would line up and wait to receive their washcloth. يعني كانوا الأطفال بيصفوا بصف. As they would come through, it was all I could do to keep myself from hugging and kissing on the cheek each little child. يعني كنت دائما بحاول إن أمسك حالي إن كنت أمسك كل طفل إني أسلم عليه وإنه وإني كمان أبوسه على الخد. They're such beautiful, beautiful children. هم أولاد جدا جميلين. So innocent in their outlook.
براءة بوجوههم and deserve the very best in life. وكمان هم بيستحقوا أفضل شيء بالحياة. And it's our hope. وهذا أملنا. We can instill in them. وكان دائما انه نساعدهم ودائما هذا الامل نفس الامل كانوا هم كمان يحققوا وكمان دائما راح نكمل التدريب حتى هم ينجحوا اود يعني رساله من حضرتك ومن حضرتك love message from both of you اخر رساله لهذه القناه الرائعه to this beautiful channel والاردنيين ولإخواننا السوريين ولكل and also to the Jordanian people and also the Syrian refugees. May we just say also that in reference to that concept of hope. يمكننا كمان نكمل على الموضوع الأمل. There are a lot of challenges in the world right now and some very serious difficulties. ونعرف إنه في تحديات كبيرة حول العالم وفي مشاكل جدية. But we've learned that if there cannot be hope and peace in the pasture. بس احنا تعلمنا اذا ما كان في امل وسلام. There can still be hope and peace in the heart of the sheep. اذا ما كان في امل وسلام بحوالينا كان حيضل دائما في امل وسلام في قلوبنا. And this country has a tremendous future because its people. وهاي الدولة هاي البلد عندها مستقبل ناجح لانه شعبها في عنده امل. تفضل. Okay, continue. There are partners that we have found in Jordan. شركاء وجدناهم هم في الأردن. It was like the Royal Health Awareness Society and the Ministry of Social Development. زي وزارة التنمية والتخطيط، وزارة الصحة، الجمعية الملكية المساعدة. The Higher Council for People with Disabilities. الناس اللي لهم السلطة حتى يساعدوا هاي الأطفال وهدول الناس. This is where the strength of this country lies, is in the leadership. هاي من هون قوة البلد بتيجي من القيادة ومن الناسها. You might even be interested to know that. يمكن تكون يعني حاب تسمع أو تعرف. One of our objectives in Jordan is to work with the American University at Madaba. إحنا بنشتغل مع الجمعية الأمريكية في مادبا. To help them get Western accreditation so that we can have more Jordanians graduating. حتى إنه نساعدهم حتى الأردنيين يتخرجوا من هاي الجامعة. Parallel with Western universities. بمستوى إنه الجامعات الغربية أو الجامعات الأمريكية. I know that he'll object to this. ممكن انت شوي تعترض على هذا الشيء. One of the kinds of partners we found is in Jamal himself. يعني من الشركاء الجيدين اللي لقيناهم بحياتنا اللي هو الأخ جمال نفسه. We don't say that without sincerity. It is what we feel. إحنا ما بنحكي هذا الشيء لأنه بنحكيه بس بنحكي لأنه نشعر فيه. We watched how he can hardly إحنا نشوف كيف هو بإمكانه دائما يساعد الناس. ومنشوف لما منشوف كمان دمعتك لما الناس تدمع. أشكرك جدا. This hope. هذا الأمل. أشكرك جدا. أود أخذ آخر اتصال. تفضل أخي الكريم. Last phone call. ألو تفضل يا أخي. أهلا وسهلا. آسفين انقطع الاتصال. في نهاية هذه الحلقة سيداتي سادتي أيها الأحبة على أرجاء الأردن الحبيب. أقدم الشكر الجزيل لضيوف الكرام أهلا وسهلا وشاكرا جدا لكم مشاركة هذه الحلقة Thank you so much for participating here. وأشكرك أنت جزيل الشكر يعني لهذه الترجمة الرائعة ولهذه الابتسامة الممتازة أقدم الشكر لقناة نورمينا القناة الرائدة في العمل الإنساني والتطوعي وممثلة برئيس مجلس إدارتها الأخ الدكتور أحمد دبات ومخرجنا الحبيب محمد يعني نشكر محمد دراج طبعا نشكره جزيل الشكر وكافة العاملين في نورمينا من مصورين ومن